والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحتفل الكنيسة هذه الأيام بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر في 24 بشانس الموافق 1 يونيو، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى. بهذه المناسبة أود أن أرفع تهنئة لأبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا ثودروس الثاني، أطال الله حياته راجين أن يذكرنا في صلواته، كما أرفع تهنئة لأبائنا المطارنة والأساقفة الأجلاء أعضاء المجمع المقدس، كما أرفع تهنئة للإكليروس وكل الشعب. كل عام وحضراتكم طيبين بهذه المناسبة التي تباركت فيها أرض مصر وتبارك فيها نهر النيل أيضا. وفي 24 بشانس، لماذا في هذا اليوم نحتفل بدخول العائلة المقدسة؟ يوم ما دخلوا فين؟ هل مع أول خطوة دخلوا فيها أرض مصر؟ تاريخ احتفلنا ب 24 بشانس، وزي ما بيقول السنكسار هو يوم دخولهم إلى تل بسطة. هم عبروا من فلسطين إلى رفح، إلى العريش، إلى الفرمة، ودخلوا إلى تل بسطة. طبعا في إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح الثاني، بعد هيرودس ما أمر بقتل الأطفال سن سنتين فمدون، يقول لنا كده الإصحاح الثاني عدد 13: فظهر الملاك إلى يوسف النجار وقال له: قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، يعني خليك هناك ما ترجعش إلا لما أقول لك. يعني هم كانوا منتظرين طول الفترة دي حوالي 3 سنين و6 أشهر و10 أيام إن الملاك يظهر تاني ويكلم يوسف النجار ويقول له ارجع، وده اللي حصل فعلا. فيقول لنا الكتاب بقى: فقام وذهب إلى مصر وهرب إلى مصر. فالهروب دخلوا من رفح العريش الفرمة تل بسطة، لكن تل بسطة كانت مدينة كبيرة وكانت مدينة للطب وكانت عاصمة لأرض مصر في وقت من الأوقات، وكانت كرسي ليوسف الصديق، وأيضا فيها معبد كبير هو معبد تل بسطة للإله بوباست. وباست هو الإله القط الأسود، ده المعبود بتاع هذا المعبد الضخم اللي كانوا بيجيلوا من كل أرجاء أرض مصر عشان يحتفلوا في الاحتفالات بهذا العيد. كان عدد سكان أرض مصر في ذلك الوقت حوالي 7.5 مليون نسمة، ومجرد دخول العائلة المقدسة إلى هذا المعبد تهدمت الآلهة. أيضا الحجارة زي أورشليم لما السيد المسيح قال لن يترك حجر على حجر، نلاقيها رغم أنها حجارة كبيرة، ما هو الملك خوفه هو اللي أسسها، فنلاقي أن هذا المعبد الحجارة كلها مرصوصة جنب بعضها رغم ضخامتها، لن يترك حجر على حجر. وأيضا في بئر أنبعه السيد المسيح تحدثنا عنه في الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية من رحلة العائلة المقدسة بدأنا من بعد تل بسطة، ذهبوا إلى مسترد جنوبا عند المحمة، ودي النقطة دي في العودة هنذكرها مرة تاني. ثم ذهبوا شمالا إلى بلبيس، وبلبيس دي تبعد 15 كيلو من تل بسطة، ودي أرض جاسان اللي في تكوين 45 و46 يقول لنا أن أبونا يعقوب وبنيه جم إلى أرض جاسان، هي هناك بلبيس، وهي جاي من بيت الإله بس اللي هو القط اللي هو برضو إله تل بسطة. وفي الحلقة الثانية تحدثنا بعد ذلك أنهم وصلوا إلى سخة حيث كعب يسوع، وشهادة قوية وأثر ملموس لقدمي يسوع بيخا إيسوس. وفي الحلقة الثالثة تحدثنا عن بعد سخة ذهبوا إلى وادي النطرون، وكان في نبع الحمرة ووادي النطرون، وتحدثنا عن البركة اللي في وادي النطرون والأديرة العامرة اللي في وادي النطرون اللي تنبأ عنها السيد المسيح له المجد. ثم جاءوا إلى عين شمس
والمطرية ومصر القديمة، وبعدها راحوا إلى كنيسة العذراء في المعادي حاليا، حيث في سلم نزلوا منه وركبوا مركب في نهر النيل. عشان كده تباركت أرض مصر وتبارك نهر النيل بالعائلة المقدسة. وفي الحلقة الرابعة تحدثنا عن اتجاه العائلة المقدسة إلى الصعيد وإلى دير وجبل الطير اللي هو دير السيدة العذراء المشهور بأبو كف، والسيد المسيح أيضا له أثر على الحجر اللي كان هيقع وسنده بإيده. وهذا الحجر اللي عليه إيد السيد المسيح دوت موجود في إيطاليا حاليا، ويريت وزارة الآثار تهتم أنها تسترجع هذا الحجر إلى أرض مصر. يبقى في كعب يسوع وفي كف يسوع، وهنشوف جزء النهاردة بنعمة ربنا. وكملنا في الحلقة الرابعة عن الأشمونين، وأن معبد ضخم كبير كان فيه 8 آلهة تهدم أيضا، وده تاني معبد ضخم يتهدم، وده موجود في السنكسار في يوم 24 بشمس. ثم بعد ذلك وقفنا عند كوم ماريا، وتحدثنا عن الشهيد ودمون وكنيسة العذراء والشهيد ودمون، أول شهيد في المسيحية ودمون الأرمنتي. بعد ذلك اتجهوا جنوبا لما تهدمت الآلهة والأهالي طردوهم، فتوجهوا جنوبا. وصلوا بعد كده إلى ديروت الشريف، وديروت ديت تبعد 20 كيلو عن الأشمونين. ومنها ذهبوا إلى القوصية، والقوصية هي ليست القوصية الحالية، ده كان في مدينة أثرية وكان فيها آلهة كبيرة ومعبد ضخم، وكان معبدهم الإله حتحور، إله حتحور. وحتحور دوت كان إله على شكل بقرة، عشان كده احنا بنشوف هو للإلهة إزيس وبيرسمه كانوا الإلهة وعلى رأسها تاج وفي قرنين بتوع بقرة، هو ده للإله حتحور. وكان مهم عند المصريين القدماء لأنه حتحور ده بيعتبروها إن الملك وهو رضيع هي البقرة السماوية التي ترضع الملك، وأيضا هي الأم الكونية التي تلد الأرواح. وكان يعتبر حتحور ربة الخير والشر وربة الأمومة وأيضا رمز للسماء والأرض ورمز للموسيقى والطرب، وكان إله مهم. فتحطم هذه الآلهة وتحطم هذا المعبد، حتى إن المصريين القدماء غضبوا جدا وخلوا العائلة المقدسة تطرد المكان، وديت في مدينة قسقام. بعد ذلك اتجهوا غربا ودخلت العائلة المقدسة إلى مير، ومير أهلها استقبلوا العائلة المقدسة استقبال حسن ورحبوا بيهم، والعائلة المقدسة وأمنا العذراء بركت المكان وبركت الأرض وشعب هذا المكان. ولهذا نلاقي أن الأرض بتاعة مير، وأنا سألت ناس من هناك وأباء من هناك، الأرض خصبة بتطلع أضعاف أضعاف أي أرض في أرض مصر، لأنها تباركت بالعائلة المقدسة ورحبوا بالعائلة المقدسة، وبيضرب بها المثل في الخصب وكثرة الإنتاج الزراعي. بعد كده اتجهوا غربا إلى جبل قسقام، يبقى كان في مدينة قسقام وفي جبل قسقام. كل ما كانوا يمشوا كانت تهدم الآلهة زي في السنكسار ما قال يوم 24 بشمس. فاتجهوا بقى إلى جبل وإلى منطقة ما فيهاش معابد ولا فيها حد، وراحوا حيث الآن دير المحرق. وكان المكان ده سمي بالمحرق كمان لأن كان محرقة لنباتات الحلفة اللي كانوا بيستخدموا هذه النباتات في التحنيط مع موتاهم وأيضا
كانت من كثرة النباتات بيحرقوها، ولهذا هذا المكان كان محرقا. استقرت العائلة في هذا المكان اللي ما فيهوش آثار اتهدمت، استقروا 6 شهور و10 أيام. ما هو العائلة المقدسة قعدت في أرض مصر 3 سنين و6 أشهر و10 أيام، وفي العودة خدوا 5 أشهر، فممكن نقول قعدوا 3 سنين و11 شهر و10 أيام. كده صح وكده صح برضو. وهذا الدير، دير المحرق، ليه خصوصية خاصة جدا، لأن فيه مذبح العذراء الأثري. الحجر اللي السيد المسيح كان بيقعد عليه، هذا الحجر تقدس بالسيد المسيح له المجد، تم بناء دير المحرق حول هذا المكان. وكنيسة العذراء الأثرية فيها المذبح هو هذا الحجر اللي جلس عليه السيد المسيح. يبقى عندنا كعب يسوع في سخا، وعندنا كف يسوع في جبل الطير أو جبل الكف، وأيضا عندنا الحجر اللي جلس عليه السيد المسيح له المجد. وفي دير المحرق تقدس هذا المكان بالسيد المسيح نفسه. عشان كده نلاقي دير المحرق الكنائس اللي هناك لما بتبنى مش بتدشن، لأنها دشنت في هذا المكان بالسيد المسيح له المجد. وفي السنكسار في 6 هطور بنقرأ تذكار تكريس الكنيسة الأثرية في دير المحرق، ونلاقي يقول لنا كده في 6 هطور: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكار تكريس كنيسة القديسة العذراء الأثرية بدير المحرق العامر بجبل قسقام، وهي الكنيسة التي باركها السيد المسيح. باركها مرتين، مرة أثناء لما كانوا موجودين 6 شهور و10 أيام في الدير وبارك هذا المكان، فباركها وهو صبي مع والدته عند هروبه من وجه هيرودس، وسكنت فيها العائلة المقدسة زي ما بيقول السنكسار في 6 هطور مدة 6 أشهر وعدة أيام. ومذبحها هو حجر المغارة الذي جلس عليه الرب يسوع. وقد بنى هذا الدير أبناء القديس الأنبا بخوميوس أب الشركة في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، واختاروا هذه البقعة لتكون دايرا يحيط بتلك الكنيسة الأثرية ذات التاريخ المقدس. وفي ممر البابا سأوفيلوس البابا 23 الحدث الثاني المهم عن دير المحرق وعن هذا الحجر المقدس اللي في هذه الكنيسة. يقول كده الميمر ان البابا سأوفيلوس البطريرك 23 يقول: اراد ان يكرس الكنيسة، فظهرت له القديسة العذراء ليلة التكريس وقالت له: كيف تكرس هذا المكان الذي كرسه ابني؟ يبقى العذراء ظهرت للبابا سأوفيلوس وقالت ان هذا المكان تم تكريسه بالسيد المسيح، فاكتفى بإقامة القداس الإلهي، وأثناء الصلاة تراءى له الرب يسوع. يبقى الرب يسوع ظهر في هذا المكان للبابا سأوفيلوس مرة تانية وفي القرن الرابع الميلادي لأثناء صلاة القداس الإلهي، ومعه أم العذراء مريم وملائكة القديسون وباركوا البيعة. يبقى تباركت وتقدس ودشن هذا المذبح بالسيد المسيح له المجد، وهو المذبح الوحيد اللي دشن بالسيد المسيح له المجد. وباركوا البيعة ومن فيها دوت في يوم 6 هطور. يبقى دير المحرق ده دير بركة كبيرة، حتى ان بعض الاباء الاساقفة كانوا يخلعوا نعولهم خارج الباب الرئيسي بتاع الدير، يقولوا احنا ما نقدرش ندخل بالأحزاب بتاعتنا جوه هذا المكان الذي تقدس برب المجد يسوع المسيح. وهذا الدير تنبأ عنه أشعياء النبي لما قال في أشعياء 19 أن يكون في وسط أرض مصر مذبح للرب. وسط أرض مصر هو هذا المذبح ودير المحرق. لو قسنا من اسكندرية لأسوان
أو إثنى شرقا وغربا يطلع هذا الدير في المنتصف. وتنبأ أشعياء نبي 700 سنة قبل الميلاد، وتنبأ أيضا عن مرقس الرسول قال في نفس الآية يكون عمود عند تخومها، والتخوم هي الأسكندرية، وماري مرقس هو كاروز الكرازة المرقسية والأسكندرية. ولهذا نلاقي هذه النبوءة تتحقق أن في وسط أرض مصر يكون مذبح للرب. وأشعياء النبي لما يقول مذبح في مصر، في حين في ذلك الوقت 700 سنة قبل الميلاد ما فيش إلا هيكل واحد، هيكل سليمان اللي كان للعالم كله، فإزاي يتنبأ أن في مذبح للرب تاني؟ هل يتنبأ بنهاية الهيكل الأول والعهد الجديد، ولا بيتنبأ بأن في مذبح للرب في العهد الجديد؟ وتتحقق هذه النبوءات فعلا، ويكون مذبح للرب في دير المحرة. ولما مات هيرودس، احنا قلنا الملاك قال له كده في متى 2:13 كن هناك في مصر، ما ترجعش الا لما اقول لك. فلما حينما مات هيرودس يقول لنا كده في نفس الاصحاح، يا ريت كلنا نقرا متى 2:19، يقول ولما مات هيرودس ظهر الملاك ليوسف النجار، قال له قم خذ الصبي وامه واذهب الى اسرائيل حيث مات الذي يطلب نفس الصبي. بس يقول لنا حاجه عجيبه معاها، ان ارخيلاوس ابن هيرودس ملك مكانه، فالعائله المقدسه وهي راجعه يقول اوحي في حلم ليوسف النجار، يعني في تاني جاله دعوه من الله الا يرجع الى اورشليم، فرجع وذهب الى الجليل، والجليل دي في الشمال تبعد 160 كيلو عن اورشليم، وذهب الى مدينه تدعى الناصره. ويقول لنا كده معلمنا متى البشير لكي يتم قول الكتاب انه سيدعى ناصريا، وفي الايه الاولى اللي في 13 يقول لكي يتم قول الكتاب بتاعت هوشع النبي 11:1 من مصر دعوت ابني. يبقى العهد الجديد بيكمل العهد القديم، ونبوءات العهد القديم تتحقق في العهد الجديد، ورحلة العائلة المقدسة بعد كده لما الملاك قال له قم خذ الصبي وامه واذهب الى اسرائيل، يقول قام وذهب. لما جاي يرجع راح يركب نهر النيل، فراحوا عند دير درونكا، ودير درونكا في ذلك الوقت كان مينا، وراحوا هناك عشان يركبوا نهر النيل، مع ان هي جنوب اسيوط وبتقع 8 كيلومترات جنوب غرب اسيوط، وركبوا من هناك نهر النيل ورجعوا. ويقول لنا بقى اليوم 24 بشمس في السنكسار انهم رجعوا من نفس الطريق، ويذكر ايضا انهم رجعوا الى المحمة اللي هي في مسترد، وايضا رجعوا الى كنيسة ابي سرجة في المغارة اللي استخبوا فيها، اللي هم وهم في طريق المجيء الى ارض مصر عبروا فيها، وبعد كده رجعوا من نفس الطريق من سينا، ونفس الطريق اللي كانوا جم، خدوا في الطريق العودة 5 شهور. في الحلقات القادمة نتأمل تأملات كتابية من الكتاب المقدس، وتأملات جغرافية وتاريخية عن رحلة عامة للعائلة المقدسة. وفي هذه الحلقة اكتملت رحلة العائلة المقدسة بعودتهم إلى فلسطين. بركة هذا العيد المقدس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية كأحد الأعياد السيدية الصغرى، بركة زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، تباركت أرض مصر ونهر النيل تبارك بالعائلة المقدسة. الرب يتمجد ويرتفع اسم القدوس في كل مكان في مصر وفي كل العالم وكل المسكونة، ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد آمين. أذكروني في صلواتكم.